الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، رواه مسلم. أن يتفقهن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوفياء برامج قناة القرآن الكريم، هذه البرامج الهادف من بينها هذا البرنامج الذي يعنى بفقه المرأة المسلمة والأسرة، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. ما يزال موضوع المواريث هذا العنوان الكبير الذي أدرجنا خلال حلقات ماضية عناوين أخرى تحته، ما زال يجمعنا من خلال برنامج أن يتفقهن. في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تعالى عن مقاصد الأحكام الفرائض في الشريعة الإسلامية وعن الأنصبة. وكالعادة نرحب بجلستي هذا البرنامج معلمتينا البروفيسور عقيلة حسين المتخصصة في الفقه وأصوله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته أختي نصيرة، أهلا وسهلا. أهلا بك بروفيسور. وأيضا معنا الدكتورة ملكة بالعالية وهي أيضا متخصصة في الفقه وأصوله، مرحبا بك دكتورة. أهلا وسهلا، مرحبا. وكالعادة نسعد باستقبال أسئلتكم حتى يتسنى لمعلمتينا الإجابة عليها بإسهاب خلال هذا البرنامج، وذلك عبر بريدنا الإلكتروني أن يتفقهنا @ntv.dz. نستقبل بسرور مكالمتكم، والله يوفقنا بإذن الله تعالى في الإجابة عنها من خلال ضيفتينا. قبل أن نشرع في استقبال الأسئلة بل طرحها والإجابة عليها، نبدأ دائما كتوطئة لموضوعنا المقترح ككل حلقة، نبدأ بالتوطئة لموضوعنا. فما هي دكتورة مقاصد أحكام الفرائض في الشريعة الإسلامية السمحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بدوري أحييك أخت نصيرة، أحييك دكتورة مالكة، مشاهداتنا مشاهدينا وفريق العمل هذه الأمسية الطيبة. فعلا أخت نصيرة، الميراث واسع ومقاصده كبيرة وعميقة، وفي نفس الوقت تفاصيله دقيقة وتعلق بلا يوجد من مقاصد، لا يوجد حكم فقهي شرعي فصيلة في القرآن بالتدقيق الحسابي مثل الميراث. يعني الله سبحانه وتعالى مسائل العقيدة، مسائل العبادات مفصلة مدققة مضبوطة متعلقة بعلاقة العبد بربه، والميراث كذلك من الحسابات الدقيقة التي كما يقول علماؤنا أن الله عز وجل تولى تقسيمها بنفسه ولا يتركها للعباد. وهذا مقصد سامي، أن هذا النصيب فيه مبدأ الإيمان والتدين وطاعة الله عز وجل، على اعتبار أن أنا وارثة، ماذا أعطاني الله سبحانه وتعالى؟ أعود إلى الآية، ما هي مقامي في الميراث؟ ما هو أنا بنت، أنا زوجة، أنا أخت، أنا أم، أنا جدة؟ مباشرة إن بحثت ها هو نصيبي، لا أسأل كثير ولا أسأل قليل ولا أسأل. لماذا؟ لأنني مسلمة أحقق مقصدا شرعيا وهو مقصد التدين، لأنني أخاف الله عز وجل وأطيعه وبالتالي أرضى بما قضى لي. وركن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، فقد الله سبحانه وتعالى أن نصيبي هو هذا، أعطاني الله سبحانه وتعالى هذا النصيب، انتهى الأمر، لا أناقش.
في النقاش يصبح من باب أنني أزايد على نفسي، أناقش من؟ أناقش القاضي الذي قسم لي التركة، أناقش الموثق، المحامي، أخي الأكبر، عمي، خالي، بابا، جدي. أناقش أمر الله. لا أناقش، أناقش عبدا، وش حيقول هذا العبد؟ أناقش أمر الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. وبالتالي لا أناقش عبدا من خلال هذا النقاش، بل أنا أناقش الله عز وجل من خلال نصوص القرآن الكريم المدققة. حتى شوفي أخت ناصرة، ما قلناش ربي يجب عليكم، ونقول أخواتنا الكريمات، سورة النساء الله عز وجل سمى سورة في القرآن الكريم باسم النساء، ولا توجد سورة اسمها سورة الرجال، ولكن سورة النساء فيها خطاب للرجال، وهذا مقصد هؤلاء الرجال القوامون. ربي عز وجل خاطبهم بأحكام متعلقة بالنساء ليقوموا على شؤونهن، بنات، أمهات، أخوات، زوجات، حفيدات، كلهم يقومون بشؤونهن. وحتى خاطبهم الله عز وجل هؤلاء الرجال في القرآن العظيم: يوصيكم الله في أولادكم. قال بعض الناس تقول لك ما كاش الوجوب هنا في هذه الآية، ما قلناش ربي يجب عليكم. نقول بأن اللغة العربية في سياقاتها ومقاصدها الدقيقة أن هناك عبارات تستخدم أبلغ بكثير من عبارات وجب وفرض. الله عز وجل في الآية مقصدها يوصيكم الله وصية من الله. ومن يرد وصية ومن يرد وصية الله؟ بارك الله فيك. شوفي احنا نلقاو الناس يترعدوا، وصاتني يما، وصاني بابا، وصاني كذا، لكن أوصانا الله عز وجل، أوصى الرجال وأوصى القضاة وأوصى المحامين وأوصى القيمين على الميراث الأئمة، وأوصى كل الأخ الأكبر، الأخت الكبرى في العائلة، الأب، الجد، العم، تجمع مجلس الصلح، مجلس الزاوية، مجالس العلم، مجالس كل من له دور في هذا. بارك الله فيك. كل من له دور، الحاكم، القاضي، كل من له دور في هذه المسألة، قال لهم الله سبحانه وتعالى مخاطبا إياهم: يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال العلماء: لماذا بدأ الله عز وجل بالأولاد وبدأ بالآباء؟ لا، يوصيكم الله في أولادكم، بدأ بتقسيم النصاب من خلال الآية الكريمة بالأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أولادكم دوكم مثل حظ الأنثيين. هذا الخطاب الأول. بعد يروح للبنات: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مما ترك. خلاص محسوبة، بدأ الحساب، بدأت الكسور، ثلثين، ثلثا الآية الكريمة معناتها اثنين على ثلاثة، وإن كانت واحدة فلها النصف. النصف الآية دقيقة صريحة. والمقصد بعد الأخت مالكة حبت تدخل بعد في أنصبة النساء، على التنصيص هنا البنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد راح يدقق في أنصبة النساء، لأن المرأة كانت محرومة من الميراث في الجاهلية، فأعطاها الإسلام هذا الحق الكبير. في خلال سورة النساء ضبط فيها حقوق النساء بطريقة عجيبة. هذه الصورة حرمت من الحياة، كيف لها ألا تحرم من الميراث؟ ربي يبارك فيك بكل شيء. وهذه الصورة الكريمة احنا نقول لأخواتنا، هذه الآيات الكريمة 11 و12 و13 راهي موجودة في سورة النساء آيات الميراث، لأنه بعض الأخوات أختنا ساكن كملوا الحصة يعودوا يتصلوا بنا يقولوا لنا وش من التفسير نقراو، حابين نلقاو تفسير ديك الآية اللي ذكرتوها، لعلنا نذكروها باختصار ولا عرضا هكذا، يعودوا يرجعوا لها أخواتنا الكريمات في التلاوة ولا في التفاسير. نقول لهم هذه الآيات سورة النساء 11 و12 و13، إذا بدأ بالأولاد. بعد ذلك وش قال؟ كملنا آية الأبناء، ومن بعد ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد وإخوة. هنا بدأ الأبناء بعد الآباء. قال العلماء: في الميراث يأخذ الأبناء أكثر من الآباء لمقصد شرعي قوي جدا، لأن الأبناء الصغار مقبلون على الحياة فيحتاجون المال، والآباء مدبرون على الحياة فالمال الذي يخصهم أقل من الأبناء، وأن الجد يؤثر حفيده
حتى وان كان لو كان كانت القسمه نقلبوها، لو كان كانت القسمه للاباء اكبر، توفى ابن خلى والديه وخلى ابنائه، يا هل ترى هذوك والديه رايحين يخلوا احفادهم بدون مال؟ لا يعقل. وبالتالي القران العظيم في المقصد الشرعي الدقيق العدل الالهي من الله سبحانه وتعالى انه قدم الابناء ثم ذكر الاباء، فذكر ان نصيبهم سدس، ومن بعد كي ما يكونش عنده اولاد واخوه الام تدي ثلث والاب يدي الباقي، فذكر مساله الابوين، ومن بعد قال لنا في نهايه الايه فريضه من الله، زيد ياكد لنا يوصيكم، نهايه الايه فريضه من الله، خلاص ما تناقشوش، فريضه من الله. بعد ذلك جاء حقوق الازواج، فضبط القران العظيم حق الازواج بدقه، وفي كل نهايه ايه من بعد وصيه توصون بها او دين، او من بعد وصيه يوصين بها، لما تكلم على الزوجات يوصين بها او دين، وبالتالي التركه تصفى من الدين والوصيه، ثم تصبح صالحه. عندنا الابناء ثم الاباء ثم الازواج، اللي هي الرابطه القويه في الازواج، وذكر الانصبه نصف ربع ربع ثمن الزوجه والزوج. بعدها ذكر الاخوه، انتقل الى كما نقولوا احنا في الفقه الحواشي، انتقل الى الاخوه فذكر انصبتهم، ان كانوا اخوه اشقاء واخوه لاب كيف يعصبون، او ان كانوا يرثون لوحدهم ياخذوا نفس طريقه الابناء، ان كانت اخت نصف وحده، ان كانوا اختان وحدهم ثلثان، ان كانوا اخوه يتبادلوا للذكر مثل حظ الانثيين، وفي الكلاله ياخذوا نصاب دقيق محدد. ومن بعد عندنا في اخر سوره النساء في الايه 175 وان امرؤ هلك، وإن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد وله أخت نعم. هنا في سورة في الآية الأخيرة في مسألة الكلالة، أنه هذا ليس له لا أبناء ولا أباء، عنده إخوة، هؤلاء الإخوة هي أنصبتهم، نفس القاعدة المضبوطة. وبالتالي من مقاصد الميراث في القرآن العظيم أنه ضبط شروط الميراث، ضبط أركان الميراث، ضبط من هم الأصحاب الأنصبة والفروض بدقة متناهية بالكسور المحسوبة، لا يمكن أن نزيد أو ننقص عنها إلا بطيب خاطر وتنازل من الورثة المعنيين بالأمر في هذه المسائل باختصار شديد. أقول والله قلتي المهم، على الأقل أنا من جهتي تعلمت الكثير مما قلتيه في هذه التوطئة، أو في الإجابة على أول سؤال طرح من خلال الموضوع الذي نناقشه دائما في بداية كل حلقة. وأكيد التتمة تكون للدكتورة مليكة التي سأسألها، ونحن نتحدث عن مقاصد الله سبحانه وتعالى والدين الإسلامي في علم الفرائض، والذي لابد أن تستوقفنا من خلاله مسألة ميراث المرأة المسلمة والإعجاز الإلهي في هذه المسألة وفي مسألة الميراث عامة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الأخت نصيرة، نحن نستبشر خيرا بتهاطل الأسئلة علينا من خلال الإيميل والمواقع، الناس حابة تفهم الدين، لأنه علم الموارث حتى ربات البيوت ما شاء الله، طالبات في الجامعة وحتى طالبات في الثانوية مراهقات حبوا يفهموا الدين وما معنى علم الفرائض وعلم المواريث وكيف ما هو المقصد من ورائه. ولهذا حاولنا تخصيص العديد من الحلقات له من خلال هذا البرنامج. إن شاء الله سنفيد ونستفيد بحول الله تعالى. المقصد أضيف إلى ما قالته الأستاذة وتفضلت به، مقاصد الميراث لا تحصى ولا تعد. وقد أشار الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية لما تكلم عن مقصد المال، المال هو من الكليات الخمسة، حفظ نعم المال نعم، وهي مقاصد الشريعة وهو من ضروريات نعم، والميراث هو قناة من قنوات حفظ المال نعم، أو سبيل من سبل حفظ المال. ومقاصد الشريعة أضيف إلى ما قالته حفظه وكسبه، نعم حفظه وكسبه، نعم الحفظ نعم، الحفظ والكسب والدوران وعدم الاكتناز نعم، هذه كلها فيه مقاصد والله، يعني هي جميلة جدا مقاصد الميراث في القرآن الكريم. أول شيء هو اطمئنان الورثة
على مالهم. لك أن تتصوري يا أستاذة، لو كان ما كانش علم المواريث وما كانش الهدي القرآني، لو كان حتى الأصدقاء يطمعوا في مال هذا المورث، يقول لك أنا صاحبه منذ الابتدائي وتقاسمت معاه الحلوة والمرة ومعاه 10، 40، أو 50 سنة، اليوم لما يتوفى ويترك الأموال الطائلة ما عندهش حق. لذلك تلقاه هدوء وسكينة في الورثة، باباهم عنده أموال طائلة، عنده شركات خارج الوطن وداخل الوطن مثلا، ويستثمر، هم في اطمئنان، يقرأوا متهنين لأن الله تولى ذلك. هذا المقصد الأساسي هو الاطمئنان والسكينة التي يتحلى بها الوارث قبل أن يحين وقت ميراثه. هذه النقطة الأولى. ثانيا، المقصد الأسمى من القرآن الكريم من خلال تشريع الميراث هو نشر المحبة ولم الشمل ورفع الحرج وعدم اكتناز المال وإعطاء لكل ذي حق حقه. وقبل أن نلج، يفترض أن قبل أن نلج في مقاصد الميراث نتكلم عن مقصد سورة النساء. سورة النساء هي تأتي في الرابعة في ترتيب القرآن الكريم بعد سورة آل عمران، وهي من السور المدنية، وتكلم وتسمى كثيرة نعم كأن القرآن الكريم سبحان الله في سورة البقرة تكلم عن الاستخلاف، والله تبارك وتعالى تكلم في سورة آل عمران عن الثبات، ثم تكلم في سورة النساء عن العدل والرحمة. ترى سبحان الله الواحد الأحد، لم ينسى الله تبارك وتعالى ضعيفا في سورة النساء، ذكر كل الضعفاء، اليتامى والمساكين وذوي القربى وإجمالا النساء. لماذا؟ لأن النساء كل الشرائع التي كانت قبل الإسلام ظلمتهن، لم تكن المرأة شيئا قبل الإسلام. في اليهودية نجد من حرصهم على عدم خروج المال من دائرة الأسرة، لا يورثون الأم مع أولادها، ولا تورث الزوجة، والإخوة إذا كانوا غير ذكور الأكبر يرثوا ضعف الأصغر، يعني عبثية وكل سبهللا عبثا. ثم يأتي الإسلام ما شاء الله وينير ضياء عدله في المعمورة ويعز المرأة ابتداء. والعلماء يقولون أن سورة النساء سبحان الله في آية المواريث كأن المعيار أو المكيال هو الأنثى وليس الذكر، لأن الله تبارك وتعالى لما يقول قال خاطب الرجال ومضمونها النساء. نعم والله تبارك وتعالى لما يقول في الآية 11 من سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنه ولله المثل الأعلى، كأنه يقول لك كما داو البنات يدي ذكر، كأنه الابتداء، لأنه في تفسير آية وليس الذكر كالأنثى نعم أيضا مريم عندما نذرت نعم كأنه يبجل المرأة يبجل الأنثى. وهنا طبعا نجد الانتقادات التقليدية الكلاسيكية المتكررة، وما ما يثار من شبه تجاه القرآن الكريم في ميراث البنت كأنها تأخذ نصف ما يأخذ الولد. ولكن لابد من العلم بهذا الميراث، لابد من العلم بالتفسير. الذي ينتقد القرآن الكريم ماذا يفعل؟ هذا ليس له عقل، لأنه ابتداء، شوف الإعجاز، يعني سبحان الله من إعجاز الله في القرآن الكريم أنه جعل أسطرا في آية الميراث تسع كل الورثة في كل الدنيا وعلى مدى الحياة. هذه الأسطر، هذه الآيات، يجب من يريد أن يثير شبهة عليه ابتداء أن يفسر التفسير المقاصدي، تفسير الآية الكريم، ثم يتوغل بين الأسطر ويعي ماذا يقصد الله تبارك وتعالى من خلال هذا التقسيم. فنجد أن المرأة اللي راهم يقولوا تأخذ نصف ما يأخذ الولد، البنت تأخذ نصف ما يأخذ الولد، أو الأنثى نصف ما يأخذ الذكر، هذه لا تكون إلا في 4 حالات، وتكون في 7 حالات المرأة مثل الرجل، وفي 10 حالات المرأة أكثر من الرجل، وفي 20 حالة المرأة تأخذ والرجل لا يأخذ. ونعطي مثال بسيط، هذه في المعادلات. نعم هي مسائل كلها اختزالات نصيرة سبحان الله، هي رياضيات أكيد سنقف عليها من خلال نعم. إجابة على انشغالات، هي رياضيات وهي كسور واختزالات، والحمد لله وما بقي بعد الفاصلة يوفى كل ذي حق حقه سبحان الله، إلا كما قالت الأستاذة عقيلة، إلا إذا كان تراضي وكان تفاهم فلا بأس. نعطي مثال على الميراث، لو كان الأب يتوفى
عن بنت ولدت اللحظة عمرها ساعة. نعم. عمرها ساعة. نعم. وله أب هو جدها. صح. عمره 90 سنة. صح. البنت تأخذ النصف والأب كم يأخذ؟ السدس. السدس. انظري إلى هذا الحجب، اسمه حجب النقصان. نعم حجب نقصان وليس حجب حرمان، لأن فرع وارث. أخت نصيرة، موضوع المواريث فيه الكثير من المسائل، لا يسعنا الوقت فيها، الحجب وفيها الرد وفيها العول وفيها يعني أمور جيدة. إن شاء الله سنوفي كل هذه المسائل حقها من خلال هذا البرنامج. أكيد ستكون لنا هذا هو القول الصحيح. هذا هو. ربي يحفظكم، وشكرا لكم على هذا المدخل المفسر للعديد من الجزئيات المتعلقة بمقاصد الإسلام من علم الفرائض. ونشرع بإذن الله تعالى في الإجابة على أسئلة مشاهدين ومشاهداتنا والتي وصلتنا، أذكر عبر بريدنا الإلكتروني، بريد حصة أن يتفقهن، وهو أن يتفقهن @entv.dz. نستقبل بفرح وسرور أسئلتكم للإجابة عليها بإذن الله تعالى من خلال معلمتينا في هذا البرنامج، البروفيسور عقيلة حسين والدكتورة ملكة بالعالية. أول سؤال نبدأ به، وهو سؤال من الأخت حسيبة من بومرداس، تقول: مات الوالد وترك زوجة وإخوة وأخوات، كيف يوزع الميراث عليهم حسب الشريعة الإسلامية؟ نعم، لك الإجابة. نعم. والرد. جيد جيد. زوجة بدون أطفال، بدون فرع وارث، لا منه ولا منها، وإخوة بنات وذكور. هكذا هكذا المسألة هو. نعم، أصل المسألة. إذا هنا الزوجة بانعدام الفرع الوارث، شوفي الأخت ناصرة، احنا عندنا في الميراث كما كانت تقول أخت مالكة مصطلحات كثيرة، عندنا أصحاب الفروض، عندنا العصابة، وعندنا ذوي الأرحام. هما البعاد كما الخوال، كما في حالة ما إذا لم يوجد العصبة بنت الأخت يبدأ يبعد الميراث. لكن في الأقارب احنا الكوسون نقول أخواتنا، كيبداو نحسبوا بأصحاب الفرع كما القرآن الكريم فرائض. الآن عنده زوجة، هاد الزوجة العلم، وقلنا في الحصة الماضية شرط الميراثي العلم بجهة التوريث. ما هي الجهة أو المرتبة؟ عندنا المرتبة الزوجة لتأخذ الربع، هنا الزوجة نصيبها ربع. لماذا؟ لأنه ما عندوش فرع وارث، هذا الزوج ما عنده دراري، لا منها هي لا منه هو، يمكن كان متزوج عنده أطفال آخرين، هي تدي الربع. هذيك واحد على أربعة تديه الزوجة، وثلاثة على أربعة يتقاسموهم الإخوة والأخوات كما نقولوا احنا بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. شحال كانوا هذوك ثلاثة على أربعة يتقاسموهم؟ إن كان مال نقولوا مثلا عندنا 100 مليون، 100 مليون بهذا الحساب، الزوجة تأخذ 25 مليون، 75 مليون إذا كانوا طفل وطفلة، معناتها الطفل يديه 50 أخته تديه 25، إذا كانوا زوج هذيك 75 يعاودوا يتقاسموها، نحسبوا 2 3 نقسموها على 3، وهكذا يكون الحساب. وبالتالي لما الحسابات في الميراث تخضع لمسائل مدققة بالكسور وبالاقتسامات، هذاك الربع وين حدوا به الفرد، ومن بعد الباقية راح تكون سهلة العملية الحسابية. وإذا ممكن الأخت ناصرة من خلال توجيهك سؤالك للأخوات في الأسئلة عبر الإيميل أو عبر المسنجر ديالي ولا ديال مليكة ولا ديالك، ولا عبر الفايبر ولا تليفون على القناة، ولا اللي حابين نعطوهم حسابات تفصيلية يعطونا المبلغ ويعطونا الورثة ونحسبوا ونعاودوا نرسلوهم. يعني للأمانة نحاولوا نشتغلوا معهم بهذه الطريقة في حسابات وتفاصيل. ربي يجازيكم على هذا، ربي يجازينا خيرا جميعا، وقناة القرآن لها الفضل إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك دكتور عقيلة. سؤال أيضا وصلنا من، يعني لا أدري من صاحب السؤال، لم يذكر اسمه. يقول السؤال: توفي الأب وترك بنتا وابنة ابن وأم وأخت وأخ، يعني هذا السيد الذي توفي ترك بنتا وكانت عنده أيضا ابنة ابن، بنت بنته حفيدته، وأم
وأخت وأخ، ما نصيب كل واحد منهم شرعا؟ نعم. إذا الأب ترك أب نعم، وأم ترك وبنت وبنت وابن. لا لا، توفي الأب. نعم. ترك زوجة لم تتحدث أو يتحدث صاحب السؤال عن الزوجة، يقول بنت. نعم. ترك بنت وأم وابنة ابن، ابنة وابن يعني. نعم. حفيدة. نعم. وأم وأخت. نعم. وأم وأخت وأخ. وأم وأخت وأخ. وأخ. نعم. كيف يحسب نصيب كل واحد منهم؟ ولم يقل أخ لي أخ شقيق أو أخ لأب. لا لا، قال أخ. أخ فقط. أخ. لأنه يختلف الأمر. لا لا، هي عادة عندما يتحدث عن الأخ هو الشقيق. الا اذا اضيف اخ من والده ولا من ام. هنا بس على بالك اهل الاختصاص في الميراث يصرون على مساله اخ شقيق، اخ لاب واخ لام. لماذا نصر؟ لانه في عمليه الحجب. لو كانت هذه الاخت شقيقه ستحسب الاخ لاب، لن ياخذ شيئا. علشان يقول بالميراث الاخت الانثى تحجب الذكر في هذه المساله لو كانت اخت شقيقه. طبعا احنا يقول الله تبارك وتعالى فإن كنا اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. نعم. معناته هنا البنت لا تأخذ النصف. نعم. وبنت الابن تكملة للثلثين ستأخذ السدس. نعم، بنتي سدس. نعم. والأم في وجود الفرع الوارث ووجود الإخوة، نعم، تأخذ السدس. لها السدس. هنا بقي الأمر بين الأخ والأخت. نعم. إن كانت الأخت الشقيقة ستأخذ ما تبقى من التركة وتحجب عصبة. نعم، تصبح ترث بالتعصيب. نعم. وتحجب الأخ الباقي. نعم. وتأخذ الباقي. وإلا نعم. وإلا لو كانت أخت شقيقة مع أخ شقيق يتقاسمنا ما تبقى حق الذكر كحق الأنثيين. والله أعلم. بارك الله فيك. متذكرين في حد الأنثيين صح؟ إن شاء الله. ما عندكش إضافة؟ عنديش إضافة. صحيح. والله اليوم عندنا أيضا ضيفة كنا نود لو كانت معنا هنا في البلاطو. إن شاء الله. إن شاء الله. لكن في المستقبل إن شاء الله، ربما في أعداد أخرى. نكتفي هذه المرة بوجودها معنا عبر الهاتف، وهي الدكتورة زبيدة إيغروفا، متخصصة في الشريعة والقانون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مرحبا بك في برنامج أن يتفقه لأول مرة، إن شاء الله ما تكونش المرة الأولى حتى نستفيد من مرحبا. تحية طيبة مباركة أزفها لكم من بجاية. بارك الله فيك. بارك الله فيك. دكتورة زبيدة، أنتم هذه الأيام عاكفون على تكوين الأئمة فيما يخص علم الفرائض والمواريث، وأنتم في خضم هذه التجربة التي الأئمة أكيد أنهم في حاجة إليها وبصفة دورية، ما هي الصعوبات التي لاحظتم أنها تعكر صفو تقسيم الميراث؟ بالفعل نحن في بادرة طيبة مباركة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بجاية. بدأنا في سلسلة من دورات تكوينية تدريبية في علم الفرائض، دراسة تطبيقية طبعا. هناك إقبال شديد بحماس، كل دورة فيها عدد كبير من الأئمة المسجلين، والقائمة مفتوحة، لا زالت مفتوحة، هناك قوائم احتياطية لأن الأمر في غاية الأهمية أيضا. نعم، تفضلي. تفضلي أنت، واصلي دكتورة. يزيد فضلك. وبالفعل يعني من خلال التدريب والتكوين في هذه الدورة لمسنا عددا من الإشكالات العملية التي تحصل في موضوع الميراث. مرجعها أو سببها مردها عدة أسباب، منها الجهل بهذا العلم، عدم الإحاطة به، لأنه علم ذو ميزة عن غيره من علوم الشريعة، هو علم تطبيقي بحت، أقرب ما يكون إلى علم الرياضيات، يستلزم التدرب والتمرس على التمارين من أجل أن يلم الشخص بقواعده المتشابهة والمتعددة،
وثانيا عدم اللجوء لقسمة التركة مباشرة بعد وفاة المورث ما ولد عدة مشاكل في الأسر، أدت إلى مشاحنات ومنازعات وإلى ما يسمى بتناسخ القبور. معنا في غالب الأحيان نجد ما يسمى بالمناسخة بسبب عدم قسمة التركة حين وفاة المورث، ثم يموت وارث آخر ويترك أولادا وأحفادا، فتتشابك يعني الأمور بينهما، ما يفضي إلى قطيعة رحم وتفكك العلاقات الأسرية وصعوبة حتى استخراج الفريضة في حد ذاتها، لأنها تتطلب إجراءات قانونية عديدة خاصة الأوراق الثبوتية وأوراق إثبات الملكية. إذن المشكل المطروح هو مسألة الإسراع في إجراء ما يلزم لتوزيع الميراث مباشرة بعد أداء أولياء وأهل الميت حقوق هذا الميت، هكذا دكتورة؟ نعم، أنا مقترح يعني رقم واحد هو ضرورة الإسراع في قسمة التركة بعد وفاة المورث، تفاديا لهذا الحجم والكم من النزاعات والمشاحنات في مسألة الميراث. وفي أغلب الأحيان ما هي الأسباب ما عدا هذا التأخير في توزيعات التركة؟ ما هي الأسباب التي في أغلب الأحيان تؤدي بالورثة إلى المحاكم؟ الأسباب التي تؤدي إلى لجوء الورثة إلى المحكمة من أجل فض هذا النوع من النزاع، وفي الغالب منشأه وهناك المانع الأدبي الذي يمنع بعض الورثة وخاصة النساء من المطالبة بحقهن أو نصيبهن، ثم لما يتوفين يطالب فروعهن بحقهن، فنجد الأحفاد مع الأخوال في أمام المحكمة. هناك مسألة الأوراق الثبوتية، عدم إثبات الملكية، لأنه حتى نقسم التركة لابد أولا أن نخصم الحقوق المتعلقة بها، ثم ما يتبقى وهو ما يسمى بالإرث لابد من إثباته للمورث للمتوفى. وفي غالب الأحيان خاصة في المداشر وفي القرى في أعالي قمم الجبال ليس هناك سندات وثيقية ولا عقود ملكية الأراضي، إنما هكذا بالتسامع والشهادة درج الناس على هذا الأمر. ثم أيضا طغيان الجانب المادي على العلاقة الرحمية وعلى العلاقة الدموية المقدسة، والرحم معلقة بالعرش، حيث أحيانا نجد واحدا من الورثة يستولي على الأملاك المشاعة بين الورثة بعد وفاة المورث، يستغلها لصالحه، الغلات وكل ما تدريه من أرباح تكون لصالحه، وأحيانا حتى يعني لما تمر المحافظة العقارية من أجل تسجيل الأراضي وتوثيق تلك الأراضي نجد قد ينفرد واحد من الورثة يزور شهادته فيسجلها باسمه، ومن ثم يخرج العقد باسمه، وباقي الورثة محرومون من حقهم في التركة. هذا يجعل الآخرين يلجؤون إلى المحكمة كحل أخير من أجل الحصول على نصيبهم من التركة. دكتورة ما دمت معنا أغتنم هذه الفرصة أيضا لأسأل، ما هي المناطق التي توجد فيها مثل هذه المسائل، تكون فيها مثل هذه المسائل مطروحة بحدة؟ أتحدث هنا عن مسألة تنازل المرأة عن ميراثها، وإما أنها لا تسأل من البداية عن ذلك. والله في الحقيقة حاليا لابد أن أشير إلى أن هناك صحوة من جانب النساء بالنظر لعدد التساؤلات التي تطرح من جانب النساء، يسألن عن نصيبهن، هل لهن الحق، كم يأخذن، كيف يأخذن هذا الحق. هذا دليل على أن هناك فعل صحوة من النساء من أجل المطالبة بحقوقهن، لكن دائما تبقى النسبة الأكبر من النساء يتنازلن عن حقوقهن، إما إكراها وإما عن رضا، ولكن رضا ظاهري وليس يعني حقيقي باطني، بسبب قلت المانع الأدبي، مخافة أن تقطع العلاقة مع الأسرة، ومخافة أيضا بعض الأفكار العرفية التي تتعارض مع الشرع، والتي تنظر للمرأة التي تطالب بحقها كأنها تريد أن تأخذ من أهلها شيئا كي تهبه لزوجها، وإن كان في الحقيقة المرأة حينما تأخذ نصيبها فإنه يكون لها باعتبارها صاحبة ذمة مستقلة. أما الفكرة السائدة بأنها تأخذ نصيبا من أخيها وتعطيه لزوجها ففكرة خاطئة، هي أصلا تأخذ حقها من والدها كما يأخذه أخوها،
ولا تعطيه لزوجها وليست ملزمة بذلك، وإن شاءت أن تعطيه فلها الحرية لأنها امتلكت شيء، والإنسان لما يمتلك شيئا رجل كان أو امرأة فيتصرف فيه ملكي تصرفا تاما، لأنه هو صاحب الملكية التامة، له أن يهبه لأحد الأقارب لجهة خيرية، يتصدق به، يبيعه، يستبدله، يؤجره. إذن هذه القواعد الفقهية الصحيحة التي ينبغي أن تعم وننشرها، يعني هذه الأفكار الصحيحة، حتى ننقص من حدة هذه المسألة المطروحة بجد، خاصة في الملائق في المدن، فالمدن في الغالب هناك نسبة ارتفاع العلم والإقبال على حلقات العلم وسؤال أيضا أهل الفقه، لكن في المباشر قلما تتاح للمرأة فرصة لأن تسأل شخصا يعني في التخصص كي يفيدها، حتى وإن كانت عالمة بالحكم، لكن المانع الأدبي وطغيان العرف الذي له سلطان في هذه المسألة يجعلها لا تستطيع أن تتجاوز هذا العرف وتطالب بحقها. بارك الله فيك دكتورة زبيدة إجروفة المختصة في الشريعة والقانون، كنت معنا في هذه المداخلة عبر الهاتف من بجاية. بارك الله فيك ووفقك إلى كل ما تجتهدين في فعله، وأكيد أن إن شاء الله من خلال هذا البرنامج أن يتفقه برنامج هل سأل والعديد من البرامج الهادفة في قناة القرآن الكريم، وأيضا مع همة الأئمة والمتخصصين في هذا العلم، علم المواريث، كل واحد بإذن الله تعالى سيسهم ويضع بصمته حتى تعود الأمور إلى نصابها. نواصل بإذن الله تعالى في طرح أسئلة متتبعي هذا البرنامج على معلمتينا، وتقول السيدة حسنة من سطيف: مات زوجي وما تزال والدته والده على قيد الحياة، كيف أتصرف في التركة دون أن أغضب الله عز وجل؟ الحمد لله، هناك من يخاف من غضب الله سبحانه. أكيد، وهذا حسن البر، يعني فقدان الزوج أصعب بكثير من بقاء هذا المال. وجميل هذا الوفاء، جميل هذا الخلق الطيب. قبلها قبل أجيب تحية الأخت زبيدة، صديقتنا الدكتورة زبيدة، وزبيدة تقضي ميراث في كلية القانون في بجاية، وبالتالي تدخل عائلات وأسر وتقدم الكثير من المسائل، فبقات متعلقة بهذا العلم في تفاصيله وكذلك الأحوال الشخصية. حتى صوت هي من نبرتي عن نشاطها المتواصل وأنها دؤوبة جدا. بد من النشاط في الموارد. الحمد لله. كما قالت لك حساب ورياضيات، حساب ورياضيات صح. تقول الأخت حسنة ربي يبارك فيك، في الحقيقة يظهر أنه ما عندهمش أولاد، يعني كاين أب وأم وزوجة. لم تتحدث عن الأولاد. هكذا الزوج متوفي، يعني ترك الوالد والوالدة، يعني جوزتها وشيخها بالعامية كما نقولوا. كيف أتصرف في التركة؟ هكذا تسأل. هي عندها الحالة الأولى، هي حالتها احنا كي نبداو نرتبوا الأزواج عندها ربع، لأنه ما عندهاش فرع وارث، لا ابن منه ولا ابن منها، اسم هذا ما فهمناه، يعني ما عندوش هو أولاد وهي ما عندهاش أولاد، وبالتالي حقها هي الربع. أمه إما تزوجها تدي الثلث، لأنه صاحبة حق، صاحبة فرض، وليس هناك فرع وارث، والأب شيخها يدي الباقي، لانه الشيخ راهو عصبه، يولي ياخذ الباقي معصب، وبالتالي اب الزوج ياخذ بقيه التركه هي الربع وعجوزتها الثلث. الحمد لله، هذه فكرت في شيخها وعجوزها، ولكن يفكر حتى في والديه. جميل نصيره، والله شوفي كيما قالت عجبتني مالك، قالت واحد المقصد عميق قبيله وشرعي دقيق ومهم جدا، وهو لم شمل العائله. هذا هو صح، هذا هو. وبالك هذه الزوجه دراهم راهم عندها ياك، كانت عايشه مع هذا الزوج، بالك والديه راهم بعاد، هي على بالها شحال خلى، وهي على بالها واش عنده، هي على بالها في البنك، هي على بالها في البيت، على بالها واش عنده، بالك والديه ما على بالهاش، ما على بالهمش تركه الزوج. ولكن لما تخاف ربي سبحانه عز وجل تولي تضبط الامور بدقه. لماذا؟ لانه هذاك السنتيم راح تحاسب عليه. ومن حسن برها بزوجها وفائها لهذا الزوج الاحسان الى ابويه، وهذه العشره الطيبه، هذا هو الاسلام. هي إشارة النفوس الطيبة أيضا. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. سؤال آخر من الأخت سماح من الكاليتوس، تقول: عندنا بيت عائلي يسكنه إخوتي الذكور، ونحن الإناث متزوجات، هذا يعني أنهم لا يسكنون المنزل نفسه،
وتضيف مات والدي وأريد أن أستفسر عن كيفية توزيع هذا العقار بما يرضي الله. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني هما ما فيش الأم والأب. ما كانش الأم والأب. طبعا هنا نتطرق إلى مسألة الكلالة. بزاف الأخوات لقيت أسئلة حول الكلالة، ما معنى الكلالة؟ كاين أخت رسلتني تذكر مباشرة يا أستاذة ما رانيش فاهمة ما معنى الكلالة. مصطلح الكلالة في القرآن الكريم نعم نقصد به حين يموت الميت ولا يترك أصلا وارثا ولا فرعا وارثا، معناتها يموت ما خلاش باباه وما خلاش ابن ولاده ما كاش والوالدين ما كاش. كاين الإخوة طبعا. آية الكلالة ذكرها الله تبارك وتعالى في الآية 13 نعم من سورة النساء، ثم عاد إليها في آخر سورة النساء في الآية 175، يستفتونك قل يفتيكم الله في الكلالة. في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نعم، ولكن أضاف في الآخر الآية فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا بسيطة، يقسم حق الذكر كحق الأنثيين، لكن فيه التفاتة لما تقول لك احنا متزوجات في بعض الأعراف يعني سامحهم الله، لما تكون البنت متزوجة يقول لك لا هي راهي متزوجة وعندها زوجها، خلينا نقسم احنا بيناتنا احنا أهل الأسرة، أولا هي في سعة من أمرها هي تحت ظل الزوج، وثانيا الزوج هذا راهو ماهوش من الأسرة، ولكن لا السهر هو شخص من الأسرة، لأنه علاش انت ما راكش تمد في للسهر، تارك راح تعطي لها هي حقها هذه البنت وهي حرة، لما تصبح مالكة لمالها هي حرة تعطيه لزوجها ولا تتصرف فيه الحمد لله. إذن يقسم الميراث حق الذكر كحق الأنثيين، ولا فرق بين المرأة المتزوجة والعازبة، والله أعلم. بارك الله فيك. هو بالنسبة للبيت الأخت نصيرة في بعض العائلات وش يديروا كيكون طوابق والإخوة ساكنين، بيت الأب والأم كيكونوا في الطابق يخلوه للبنات يجوا يتزاوروا فيه يقعدوا فيه، لانه احنا بيت العائله بيت العائله كيما نقولوا حنايا بتسامح في الحسابات في الحسابات، والا واش حيديروا هاد البنات يخرجوا خاوتهم من الفيلا يبيعوها خاوتهم وين يروحوا؟ شتي كنولوا في التسامح نولوا في العائلات الاسريه، وبالتالي هاد الاختين نقسموا بيت بيت، يعني كل غرفه كل واحد يدي غرفه لعلها لا تسعهم يمكن عددهم كبير، وبالتالي نلقاو في العائلات الاخت ناصره صيغه وين تفاهم وتسامح وبعض الاحيان تنازل ليبقى العائله مطمومه وما يخسروش بعضهم. اهم شيء في الميراث، لانه ما جاش الميراث باش يظلم الناس وما جاش الميراث باش يفرق الناس، وانما جاء ليجمع الناس. وبالتالي ممكن يخيروا طابق قال انتم هذه دار البنات خذوها كامل. ونشير الى امر مهم استاذه بارك الله فيك، الى امر مهم، نحن نساء ولكن نحن ننصف. الرجل دائما يتطلع الى النفقه، المراه دائما تتطلع الى الجمع، جمع المال. في حالات استثنائيه فقط تكون المراه بحاجه الى المال، مثلا المطلقه او الارمله او مسكينه العزباء التي يتيمه، ولكن عاده منذ ان تكون البنت في بيت ابيها والابن يتطلع إلى النفقة جمع المال من أجل النفقة، والبنت تتطلع إلى جمع المال من أجل التكنيس. لا صح أستاذ هذا واقع صح. والدليل أنه في حياتنا اليومية يكون خارج الابن والبنت من الباب رايحين يعني مستهلين للقراية ولا للعمل، الابن هو اللي تكلفه يا ابني كش ما بقى في جيبك جيب لي معك إلا عندك مصروف في جيب، ولكن البنت ربما ما تكلفهاش. لذلك نحن نرجو من هذا المنبر انه المراه تتفهم وضع اخيها، يعني اخوها ولا ما تقولش هو يديه هو عنده، لا كل ما يكون كاين تسامح كل ما يكون كاين التراضي. والله فكرتيني في واحده الطرفه، واحده صديقه ليا ناقشني مليح في هذه المساله النص وكذا، ومن بعد جا عرس خوها وقدمت مبلغ كبير وفرحانه ودارت له اشياء كثيره، ومن بعد قالت لي على بالك، قلت لها اخوكي اخذ الضيف وما كفاوهش هاكي زدتيلو بطيبي خاطرك فرحانه زوجتي خوك وفرحانه، لانه في نعم ما نقولوش نحسبوا نعم استاذه تكوي الى الاخوه والعائله. قلت لهم قبل كنتي تناقشي فيا في المساله تم قلبت
ضربتي كل شيء انك ان الميراث تاعها حقها هذاك النص تاعها. نعم. زادتو لخوها باش جهز بيته ودار الوليمه. نعم. والعرس وفرحانه عادي. وهذا هو الغدوة. الاصل. نعم. وخوها غدوه يزوج اخته يصرف. نعم. عليها. نعم وهذا هو. ولا لا لا ان شاء الله يكثر هذه المبادرات هذا ما نحتاج اليه خاصه لانه الميراث ما جاش يفرقنا. نعم. الميراث جاي يجمعنا. نعم. ما مرتي. نعم. وخوك مازال فقير دا الضعف تاعك ممكن هو فقير راح يتزوج عنده مهر عنده عائله عنده اسره. نعم. وانت راكي لاباس عليك في بيت زوجك وزدتي ديتي درام زياده بدون تعب كما نقولوا احنا كسب بدون تعب الميراث هذا هو. وبالتالي هاد ولكن واش وين رانا ندوروا هنا؟ رانا ندوروا في الصدقه في الاجر في المساعده وفي التعاون بهذا المال اللي كسبناه من غير تعب. نعم. حنا دوش انا حابين نوصلوا لهذه المرحله ونحن المرحله. نعم. نتعاون بهذا المال ان كان الاب متوفى فمن حسن الوفاء ماشي نتقاسموا دراهم وخلاص نتعاونوا فيما بيناتنا بمال ابينا او امنا التي لدين توفي. ولكن يا استاذه وليس نقوم بمعركه. نعم الابن هذا ابتداء نفسيا لما يتوفى الوالد ديالو يحس كانه اسندت له مسؤوليه. نعم. جديده. نعم. يعني نعم. هو نفسيا راهو متحمل مسؤوليه الوالد ديالو. صح. وعن الوالد. صح. الذي توفى. صح. ثم البنت لو كان يكونوا 300 مليون نعطوا للابن 200 مليون ونمدوا لل 100 مليون. نعم. نعم 100 مليون ولا اخياته 50 50. لكن هو والله اجزم انه يزيد يتسلف 200 مليون وحده اخرى باش يتزوج ويدير الدار وينفق وكذا 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 وبلك يجهز خياته لعصام. نعم. الرأفه الرأفه والمحبه والتسامح. وعجبتيني كي قلتي ان ايه الرأفه لا تولد الا الرأفه. اكيد بارك الله فيك. وايه النساء الرحمه والعدل. احنا الحمد لله فينا الرأفه ما شاء الله الدنيا لا زالت بخير الحمد لله. المجتمع فيه رأفه يعني الحمد لله. الله يكثرها. الله يا امين يا رب. ان شاء الله تصل الى كل من يشاهد هذه الحلقه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. نواصل لأن الوقت يمر بسرعة أيضا. سؤال الأخت فضيلة من عيل والمال تقول مات والدي وترك 3 أولاد. نعم. تابعة معي. ذكرين وأنا ابنته الوحيدة يعني ذكرين وبنت. 3 أولاد زوج ذكور وطفل. وتركته تقول تقدر ب800 مليون سنتيم. تسأل ما هو نصيب كل واحد منا. هذا من الأسئلة التي كنت طلبت من المشاهدين أن يطرحوها عن طريق الإيميل أو البريد الإلكتروني. ها هو سؤال من بينها. بالحساب بالتحديد المبلغ. توفى الأب خلى يماهم وزوج أولاد وبنت. هكذا هذه الحالة الأم تدي التومن يبقاو لنا 1/8 كي نحسبوا يبقاو لنا 1/8 يبقاو لنا 7/8. هذوك 7/8 نخرجوا منهم معناتها زوج ولاد ذكوره هم 5 4. معذره استاذه اعتقد 5. ان الذي تركها من بعده زوجه هي التي من حقها الثمن. الثمن هو حق الزوجه فقط. نعم. نعم. يبقاو 7/8. نعم الزوجه وليست الام. امهم يعني هما الدراري بعينهم. نعم. هي تقول يعني توفي والدي. هذه البنت تسال توفي والدي هنا لما يتم الحديث عن الزوجة. أعيد السؤال بتأني. يعني الأم غير موجودة. توفي والدي. نعم. وترك 3 أولاد. لم تتحدث عن الزوجة. يبدو أن الأم متوفية من قبل. 3 أولاد ترك وبنت. 3 أولاد. هادو 3 أولاد من بينهم ذكران وبنت واحدة. وبنت واحدة هي صاحبة السؤال. تخبي. وتركته 800 مليون سنتيم. نعم. مالا في هذه الحالة نقسموا 800 مليون 800 نقسموها على 5. معناتها نروحوا للأنصبة. عندنا زوج أولاد معناتها ضعف البنت 2. الولد الأول ياخذ نصيبين. الولد الثاني نصيبين والبنت تاخذ نصيب. معناتها 800 مليون نقسموها على 5 شحال تدي لنا كمالكة؟ ناخذوا هذوك نحسبها لكم ماشي مشكلة. قال لك يونس 120 مليون. 120 شو مشكلة؟ راه متواصل معنا من كل القطاع يونس. حسب لنا يونس خلاص قول يونس يحسبهم بعد. بون 80 قسم قال لك 320 اللي تذكر 120 فهكذا اخي يونس. صح صح يعني لقيتها يعني لقيتها 800 تقسيم 560 و160 معناتها هذا النصاب تاخذوا البنت ومن بعد هذوك الاولاد راهم ضعف 360 زائد 160 راهي ولات لنا 800. اذا استعد يونس في كل مره نحتاج الى الحسابات تابعنا. ربي يبارك حق الانثيين ان
تجيبوا آلة حاسبة أخت ناصرة المرة الجاية. الله يوفقك. ربي يوفقنا إن شاء الله. آمين جميعا. يبدو أن الوقت يمر بسرعة ولم يتبقى منه إلا دقيقتان للأسف الشديد. بقيت معنا عديد الأسئلة ربما سنعود إليها من خلال حلقتنا السابقة، وكاين واحد السؤال في غاية التعقيد عن مسألة الميراث، سنؤجله إلى الحلقة الأولى لأن الإجابة عنه تتطلب كثيرا من الوقت والشرح أيضا والتفسير، لأنه فيه جزئيات كثيرة ومعقدة أيضا. دبأس على ذلك، أنا فقط بقات دقيقة معليش 40 ثانية الأخت عقيلة، معليش الملكة نصيحة لهؤلاء الذين وهم يقسمون الميراث لا يفكرون فيما فرضه الله سبحانه وتعالى. هي النصيحة، أقول آباؤكم، قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز آباؤكم وأبناء وأبناء آباؤكم وأولادكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وكان الله عليما حليما. هكذا نعم، كان الله عليما حكيما، العلم والحكمة. أنا أنصح العودة إلى كتاب الله، ولا نناقش آيات الله، ولا نتصرف بأهوائنا. يعني الهوى لا يأتي إلا بالفساد، ولا يأتي إلا بتفشي النزاعات، نعم، ولا بطمع. والمال مال الله ابتداء وأثناء وانتهاء، لست سوى مستخلف. استغفر الله لي ولكم. إن شاء الله إن شاء الله أكون عدلت بيناتكم حتى لا أكون آثمة. الحمد لله لمست رضا الدكتورة عقيلة في النهاية. ولا ندرو في البيرات، نقسموا في البيرات. لا تفضلوا تحدثوا عن الأنصبة، عن التقسيم العادل والتوزيع. لها أن تضيف الأستاذة إن كان لها وقت. لا لا، قال كان عادلة بيناتكم، قلت لك تقسمي في البيرات، تقسمي في العلم. نخاف الله. الوقت انتهى، الجلسة كانت ممتعة ومفيدة جدا. من أن يكون مشاهدو قناة قرآن قد استفادوا من هذه الحلقة. شكرا للمخرج يونس ميسيلين على الإخراج وعلى التدخل أيضا من خلال الحصة. شكرا لكم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قالت عائشة رضي الله